النمسا تتوصل إلى اتفاق مع المغرب لمكافحة مافيا تهريب البشر. الداخلية تدرس حظر تطبيق تيك توك على الموظفين الحكوميين. بعد أكثر من عامين فيينا تتخلص من قيود كورونا. النمسا تأسف لكارثة اصطدام قطارين في اليونان أدى لمصرع 26 شخصاً. السجن 6 سنوات لمهرب أوكراني تسبب في مقتل 3 لاجئين. وحماية المستهلك تكشف أن 10% من الكباب في المطاعم صالحة للأكل. النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة النمسا ميديا، أهلا بكم. وفي خبرنا الأول، أكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أنه توصل إلى اتفاق مع المغرب للتعاون ضد مافيا التهريب الدولي والعودة السريعة للمقيمين غير الشرعيين. ولفت الوزير إلى أنه أجرى في الرباط مباحثات ناجحة مع نظيره المغربي عبد الوافي لافتيت حول منع المغاربة من شق طريقهم إلى أوروبا وتنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر ثباتاً وسرعة. وذكر الوزير أن مافيا التهريب تخدع الناس وتوهمهم، لافتاً إلى أن التهريب من المغرب إلى أوروبا تصل تكلفته إلى 12,000 يورو. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها تفحص حالة حظر استخدام تطبيق تيك توك والتعامل معه من قبل الموظفين الحكوميين، مؤكدة إعلان النتائج قريبا. وكانت قد أعلنت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي وكندا والسلطات الأمريكية حظر تيك توك لموظفيهم بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالتطبيق الصيني، وتتعلق المخاوف بإمكانية قدرة الصين للوصول إلى البيانات وممارسة التأثير من خلال التلاعب بخوارزميات التطبيق، لا سيما أن كبار المسؤولين يستخدمون التطبيق. انتهت قواعد كورونا في فيينا والالتزام بارتداء القناع في وسائل النقل العام اليوم الأربعاء، كما انتهى اختبار PCR الإجباري في المستشفيات ودور المسنين. وحسب وكالة الأنباء النمساوية، سيظل شرط القناع في المناطق المعرضة للخطر مثل المستشفيات أو دور رعاية المسنين سارياً حتى 30 من أبريل. وكانت قد أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخراً أن لوائح كورونا ستنتهي كلياً بحلول 30 من يونيو على أبعد تقدير. أعرب وزير الخارجية شالنبرغ عن تعاطف وتضامن النمسا مع اليونان بعد حادث تصادم القطارين المدمر في مدينة لاريسا. وتقدم الوزير بأحر التعازي لأسر الضحايا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتعاطفه مع الأصدقاء اليونانيين. يشار إلى أن 26 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان مساء أمس، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. حكمت محكمة أيزنشتات على شاب أوكراني بالسجن 6 سنوات بعد تسببه في وفاة 3 لاجئين أثناء تهريبهم عبر الحدود الشرقية في أغسطس الماضي. وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص من مصر وسوريا وتركيا وإصابة 17 آخرين الصيف الماضي في بورغنلاند. وادعى المتهم بأن ذلك وظيفة قانونية في النمسا وإلا ما كان ليقوم بذلك، فيما قال ضابط الشرطة الذي أوقفه للتحقق إن المطاردة جرت على مدى أكثر من 2 كيلومترين، فيما نفى المتهم أقوال الضابط والحكم ليس نهائياً. أعلنت هيئة حماية المستهلك في النمسا
أن وجبة الكباب أو الشاورما غير مناسبة للاستهلاك البشري وتجعلك تفقد شهيتك. وحسب الهيئة تم شراء 10 عينات عشوائياً وإرسالها إلى المختبر، حيث تم فحصها ميكروبيولوجياً وحسياً. فور استلام العينات تبين أن عينة واحدة صالحة للاستهلاك البشري، واستند تقييم الخبراء إلى قانون سلامة الأغذية وحماية المستهلك. وقد كشفت كمية كبيرة من البكتيريا في غالبية العينات بسبب عدم كفاية النظافة أو بسبب تلوث المواد الخام المستخدمة. وكما يقول المثل الشعبي، ليس كل من نفخ طبخ. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم وآرائكم. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم في نشرات لاحقة. أمسية سعيدة بأمان الله.